العطاء في الحياة أنواع. فيه اللي بيدي من فلوسه، وفيه اللي بيدي من وقته ومجهوده، وفيه اللي بيدي أغلى شيء عنده وهي روحه، اللي ما عندوش أغلى منها ولا عنده حاجة بعدها. أنا نفسي كنت أتمنى إني أحارب علشان وطني وأفديها بروحي، لكن ما جاتليش الفرصة، وعشت فترة متضايق من إني راحت فرصة إني أدافع عن بلدي. لكن لما ركزت لقيت إن الحرب نفسها اتطورت جدا، وزي ما الحرب اتطورت أسلوب الدفاع عن البلد كمان اتطور، واكتشفت إن كل واحد فينا ممكن يقف مكان المحارب ويدافع عن البلد دي أيا كان مجاله، سواء كان طبيب، مهندس، عامل، أو حتى قاعد على السوشيال ميديا. وسلاحك دلوقتي مش بندقية ماسكها وبتحارب على الحدود وبس، سلاحك هو وعيك الحقيقي، وعيك اللي بتقابل بيه كل شيء بتشوفه وبتتداوله وبتنشره. الحرب دلوقتي بقى فيها ثلاث جهات: العدو واللي بيدافع عن بلده، وطرف ثالث سلبي ما بيعملش حاجة خالص. والحقيقة إن السلبي بيأدي نفس دور العدو بالظبط، يمكن أسوأ، بيساعد من غير ما يعرف، بيشير من غير ما يفهم، من غير ما يدرك إنه بيستخدم سلاح قوي جدا وأسلوب جديد للحرب إحنا مش واخدين عليه. اعرف إن مكانك اللي أنت فيه زيه زي المحارب، تقدر تقدم للبلد دي أهم وأغلى شيء، وتخلي كل أم شهيد فرحانة بالبلد دي بعد ما ابنها استشهد، وتخلي كل زوجة شهيد فخورة وهي شايفانا بنكمل مسيرته. وافتكر دايما إن اللي بيضحي وبيساعد الحق وبيبني وبيعمر في البلد دي علشان تقوم من تاني هو ده اللي بيحارب بجد، وهو ده اللي لازم كلنا نقف وراه وفي صفه. حب البلد دي بيجري في عروقنا بالفطرة من غير ما حد يعلمه لنا، وعشان نحافظ عليها مستعدين نكون بلد 100 مليون محارب علشان عيونها وتحيا مصر.